ما بدأ الفصل الدراسي الثاني ليا وبهالبردات والتحضير للامتحانات النهائية، كثير من الطلاب بيحتاجوا لتغذية صحية سليمة، طبعا إلى علاقة متوازنة بين التغذية السليمة والتحصيل العلمي أيضا، لنعرف أكثر عن أهم الحصص الغذائية اللي بيحتاجها الطلاب. بس أنا نرحب بطبعا نيبال سلوم، ليال سلوم، أخصائية التغذية. أهلا وسهلا فيكي وسعد صباحك. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ليال، صباح صباح النور. البردان، بعدك بردانة؟ يعني يلا معلش، بعيدنا الله عن هالبردات، نورما هي العاصفة، نورما اسمها نورما. صح؟ ليال خلينا أهم الوجبات يلي لازم ياكلوها الأولاد، يعني بالبداية خلينا نبلش من وقت ما بفيقوا الصبح. كثير من الأولاد بفيقوا ما بدهم ياكلوا شيء، ما بدهم يشربوا شيء، بيروحوا على المدرسه لاول فرصه لحتى ياكلوا، هي اذا اكلوا ببلشوا بالتشيبسات. فخلينا نحكي عن وجبه الفطور حسره. هلا وجبه الفطور هي اهم وجبه بالنهار بالنسبه للكبار وبالنسبه للصغار بشكل عام. مثل ما قلتي، في كثير اولاد ما بدهم ياكلوا، بيرفضوا الاكل، فالا شيء يطلعوا مثلا كاسه حليب من البيت شاربين، كاسه حليب مع عسل، اي شيء، بس ما يطلعوا ما ناكلين ابدا اي شيء. وبياخذوا معهم بعدين لانش بوكس على الفرصه، وفيهم ياكلوا بالفرصه الاولى الوجبه اللي لازم ياكلوها، الوجبه الاساسيه يعني. بس ممنوع يطلع الطفل من البيت ابدا ما انه اكل ولا لقمه. فبس بياخذ اكل معه على ياخذ معه باللانش بوكس. مهم كثير ياخذ فطور كامل ومتوازن، يعني ما نحط ماده حساب ماده ثانيه. لا، في كثير من الامهات حتى اللانش بوكس خلينا نحكي ما بيعرفوا شو يحطوا فيه، بيحطوا لهم مثلا زيت وزعتر، مكدوس، مكدوس مثلا، او بيحطوا لهم شوكولا، او بيحطوا شو بتفضلي انت؟ يعني حصص فواكه. هلا نحن بدنا نقسمه لحصص متوازنه من المواد الغذائيه. بدنا نقسمه قسم هو كربوهيدرات. الكربوهيدرات بتكون عباره عن خبز. هلا نحن بما انه الدوام عندنا صباحي معظم الاحيان رح تكون نركز على موضوع انه خبز، ما فينا ما رح نحط معكروني او رز او هيك مواد. فالفضل دائما الخبز الاسمر حتى الاطفال الصغار، يعني يكون خبز حبه كامله، مو خبز ابيض، سكريات بسيطه يعني. ويكون في قسم بروتين. البروتين هذا فينا نحط لبنه، جبنه، بيض، اي ماده ثانيه. فينا نعمل لهم ساندويش عباره عن شريحتين توست طري مثلا فيهم لبنه، هاي جزء من البوكس، نقسمها نصين مشان ياكل اول فرصه قسم، ثاني فرصه ما ياكل نص ويكب نص ثاني. نص نحط خضره، اي نوع خضار بفضله الطفل، وكل ما نوعنا بالانواع كل ما كان افضل. فينا نحط له جزر، فينا نحط له خيار، فينا بياكلوا الفرصه الاولى نحط له خضره خضراء، اوراق خضراء. في كثير يعني كان ليال امهات انه هلا مو موسم الخيار البلدي مثلا، ما بخافوا انه عرفتي بنحط الشيء الموسم جزر مثلا كدا. جزر، ورق خس مثلا صغير، فينا نحط اي ماده. نحن دائما بنفضل الشغلات الموسمه، حتى لما بدنا نعطي طفلنا الغذاء نعطيه الشغله هلا لازم تكون موجوده وتكون عضوي افضل وافضل. كمان بدنا نحط له فواكه، فينا نحط اي نوع فواكه، موز، تفاح، فريز، كم حبه فريز، نحط له فواكه مجففه خاصه هلا بالبرد وبالشتويه كثير منيحه، بتدفي، بتعطي طاقه، بتساعد على التركيز. نحط لهم معهم قبضه مكسرات نيه مثلا جوز، لوز، كاجو، اي نوع مكسرات نيه معهم. اذا فواكه مجففه مع هاي كثير ميكس منيح وبيعطي طاقه للطفل. بدل ما نحط له مثلا شوكولا وهيك هدول القصص، فينا نعمل له بوشار ونحط له مثلا شوي ليتسلى فيهم ضمن بدك الامهات يكون مع الوقت. ايه مو يومي يعني، بنبدل اليوم هيك بيكون بكره هيك بيكون، يعني ما ضروري تكون نفس المواد كل يوم كل يوم. طيب طبعا. ليال يعني انت عم تحكي عن نقاط كثير حلوه وطيبه ومواد كثير مهمه، يعني انه هي بتعطي طاقه للجسم ايضا، ولكن دائما بنشوف الاولاد بيرجعوا على البيت معهم السندويشه مثل ما هي والاكلات مثل ما هنن، بياكلوا التشيبسات. مزبوط. بيحبوا التشيبسات، والتشيبسات اللي يعني كلها مواد ملونه واللي بتضر يعني، وريحتها ابدا مزبوط. هي المشكله انه المحلات بالمدرسه وبرات المدرسه كلها بتبيع قصص يعني سيئه صحيا. ايه ومفتوحه والاطفال بيحبوها بشكل عام وبيغاروا كرمال هيك. كثير مهم نوعيهم، نحن ما بنقول له ممنوع وما بصير، لازم نقول له ليش هاي الماده سيئه، ليش مو منيحه، ونعطيه بديل. مشان هيك قلت البوشار، بس هي بديل عن الشيبس بحبه الطفل. فينا نحط له مثلا معه كاري، فينا نحط له معه سماء حسب النكهه اللي بحبها، هي مواد مفيده وبتعطي وبينبسط فيها. فينا نعمل له قصص مثل في هلا غموس بنقلها، بس نحط له فرضا لبنه مع شويه نعناع، نحط له حده خياره في غمسها، قصص جديده مثلا زبده فول سوداني حطها مثلا في غمس فيها قطع توست، في غمس فيها خيار، تفاح اخضر كمان بتطلع الميكس كثير طيبه.
فقصص جديدة وتحسسه إنه هو عم يأكل شيء حلو يعني حلو. ودائما إنه البوكسات اللي نحطه فيها يكون هو منقية طبعا مشان هو كل مواد هو بحبها. ومثل ما قلت لك كثير مهم نحن نقول له للولد نقول له ليش هي بتضر، ليش ما لازم ياكل، يعني هو ما انه ما يروح لانه هو بيعرف انه هذا الشيء ما بفيده، مو انه ممنوع وما بيصير وبصير يخبي ويكب سندويشه بالبيت اكيد. ليال خلينا نحكي شوي عن علاقه ايضا التحصيل العلمي يمكن الغذاء السليم مثل ما قلنا بالمقدمه، وخاصه الطلاب اللي عندهم شهادات بيكونوا كتير ستريس وكتير مضغوطين وكتير في توتر، يا في طلاب بياكلوا كتير يا في طلاب ما بياكلوا أبدا، فخلينا نحكي عن هالحالتين وكيف فيها الأم كمان يمكن تنظم الأكل للحالتين. طبعا هلأ الغذاء المتوازن كتير مهم للطالب، مهم للإنسان بشكل عام، طالب المدرسة كتير مهم، يعني في مواد غذائية معقول تزيد تركيز معقول تساعده بس لحالها ما بتكفي، كتير مهم يكون غذائه متوازن بيحتوي على كل المواد الغذائية، يحتوي على فواكه، يحتوي على خضار، يحتوي على النشويات، يحتوي على البروتين، وكميات متوازنة خلال النهار. مهم تقسيم الوجبات الغذائية، يأكل تقريبا 4-5 وجبات بالنهار بالنسبة للكبير للصغير، نحن نأسس عاداتنا الغذائية من الطفولة، فمن طالب صف الأول أو العمره 5 سنين مفروض يتعود على هاي العادات لحتى يكبر عليها. فخمس وجبات تتضمن 2 سناك 3 وجبات أساسية مثل ما حكينا على الفطور، كيف يعني لازم فطور غدا عشاء للكل غدا ما حدا إنه يأثر ما بنلغي ولا مادة. السناكات هي بتكون عبارة عن فواكه، كوكتيل حليب وموز، حسب كل يوم مفروض تكون مادة جديدة بس تكون مغذية، ما تكون سناك شيبس من الدكان مثلا، لا ما بيمشي الحال. نعم ليال خلينا نحكي عن نقطة ونكفي مع الأولاد بالشتاء وبأيام المدرسة بيزيد وزنهم، خاصة يمكن بشهر القطع أو حتى بالمذاكرات بيزيد الوزن عندهم لأنه قاعدين وكل الوقت عم يدرسوا وعم يتسلوا وينقرشوا كل الوقت، فهون كيف فينا كمان الأطفال أو الطلاب المدرسة أنهم يحافظوا على جسمهم السليم؟ هلأ هاي تتبع للعمر حسب عمر الطفل، مثلا الأطفال الصغار ممنوع يقعدوا فترات طويلة، مفروض هن يمارسوا لعب رياضة حتى لو فترة فحوصات أو هيك يكون محدد وقت معين يعملوا فيه نشاط. النشاط البدني بيزيد التركيز وبيزيد القدرة على الحفظ والذاكرة، فهذا مهم، مفروض الواحد إنه عم يدرس ينسى كل شيء. إضافة للتنظيم الأكل مثل ما حكينا، تنظيم الوجبات، فينا بالنسبة للطلاب الكبار اللي صاروا مراهقين فينا ننظم قبل كل وجبة ناكل صحن خضرة، الخضرة منيحة كتير بتفيد مشان الفيتامينز مشان التركيز مشان الصحة وبتعبي المعدة لما يقضوا عم يأكلوا كل النهار. نبتعد عن خفف الشوكولا، ما فينا نقول نبتعد نهائيا بس نخففها، شوكولا والشيبسات هي السبب، يعني انت لحالك بدك تاكلي هلا السكر بيعطي طاقه، هلا كنا عم نحكي بالموضوع بيعطي طاقه بيعطي شعور بالدفى، بس نحن نبدل السكر الابيض مثلا بسكر متعدد معقد، يعني مثلا مثل الفواكه المجففه مثل ما حكينا، التمر الزبيب القصص التمر مثلا هي، والفواكه بشكل عام، هي القصص منها بتعطي طاقة ومنها بتكون طاقة عن مدة طويلة، ما بقى الواحد بيجوع بسرعة، مثل السكر البسيط ترتفع الطاقة بسرعة، بحس حاله مبسوط، بحس حاله دفيان، بعدين تنخفض بسرعة، بحس حاله إنه انقلبت كل هاي المشاعر. ولازم الطاقة لأنه بهذا الطقس أكل ونوم، أكيد أكل ونوم، ما في لا درس ولا تركيز ولا شيء، دائما بعد كل وجبة لازم وهم نحن نحدد دائما موعد للفطور موعد للغدا، بصير الساعة البيولوجية بالجسم محددة الجوع بهذا الوقت، لما يكون عشوائي بصير نحس بجوع خلال كل النهار، بصير نضل عم نقرش، بنلاحظ آخر النهار إنه نحن ما أكلنا وجبة بس أكلنا أكثر من كل الوجبات. أكيد. ليال خلينا نحكي شوي عن الأغذية اللي بتساعد على تحسين الذاكرة، يعني كثير كنا نسمع من زمان يقولوا لنا كلوا زعتر وزيت، في سمسم بيخليكم كله مثلا كاجو، ايه كاجو كله مزبوط. فخلينا نحكي عن كل الامهات اللي عندها شهادات وطلاب عندهم امتحانات، شو هي الاغذيه اللي ممكن انه تعطيهم اياها هون وفعلا انه يضلوا عم يتذكروا؟ هلا اهم شيء قبل ما ناخذ اغذيه تفيد للذاكره لازم ننتبه انه ما يكون معه الطفل نقص مغذيات هي اللي مأثره. هو بدي اسالك على الاوميجا 3 اللي هلا دارج كثير باشكال متعدده للاولاد الصغار على شكل علكه عم يعطوه، وعم يعطوه للكبار على شكل كبسولات، هل هو بيناسب كل الاجسام وانه هيك عشوائيا ولا لازم وصفه اخصائي؟ الاوميجا 3 هي ماده اساسيه بس موجوده بالاغذيه، ما في داعي ناخذها كمكملات. تمام. يعني موجوده بالسمك، موجوده بالافوكا، موجوده بال، فينا ناكل تونه يعني خلال اليوم، ما ضروري نجيب قصص كثير وبنحصل عليها، بالجوز
فمفروض نحن ناخذها كمكملات. اول شيء الامتصاص من المكملات قليل، ثاني شيء نحن عم ناخذها عن طريق الغذاء وناخذ مكملات، ناخذ كميه كبيره وهي دسم بالاخير، ما في داعي لها يعني عن طريق حبوب الا بوصفه طبيه في حال في مشكله عند الطفل، في حساسيه من مواد معينه ما في ياخذ هاي الماده، وقتها فينا ناخذها بهذا الشكل. هلا هي بتساعد على التركيز، بتساعد على الذاكره، بس طبعا موجوده ضمن الغذاء مثل ما حكيت، ومثل ما والجوز كمان كثير منيح، بس اذا في مثلا نقص حديد كل هالقصص ما راح تفيدنا. فقر الدم كثير منتشر عند الاطفال مع انه بنلاقيهم صحتهم منيحه وعندهم زياده وزن، بس نوع المغذيات اللي عم ياخذوها ما انه منيح مثل شيبسات وشوكولا وهيك، فبيطلع عندنا فقر دم، ببطلوا يركزوا على الدرس وبتحس في نقص بالتركيز. لأننا نعالج هاي المشكله لحتى يرجع الطفل يركز اكثر عم نركز على اغذيه معقول تزيد الذاكره وتزيد التركيز. نعم ليال، كثير في مشاكل بانه يعني اي حدا، ما خلينا ما نقول بس الصغار، كمان الكبار والمراهقين بيتضايقوا من كاسه الحليب الصبح يلي هي كتير منيحه وكتير مفيده ولازم ياخذوها كل الناس الصبح على العمر الطويل لانه مفيده. فخلينا نحكي كيف فينا نحن ناخذ حليب بلا ما نتضايق، بلا ما تتضايق معدتنا، بطننا، ساخن، بارد، شو هي الطريقه الصح؟ هلا في حال واحد مثلا عنده حساسيه لللاكتوز ما في ياخذ حليب عادي، بده ياخذ حليب نوع ثاني، حليب صويا او حليب لوز او هيك شيء. في حال ما في مشكله غذائيه وهو ما بيحب الحليب فينا نحطه بطرق ثانيه، نحطه عن طريق كوكتيل، عن طريق مهلبيه، سحلب، اي خلطه ثانيه في حال الجسم صحي وما في اي مشاكل. فينا ما ناخذ عريق، فينا ما ناخذ حليب عريق. اذا الواحد ما بيفضل حليب في ياكل موزه، ياخذ كاسه الشاي واكل عادي، يرجع ياخذ الظهر، ما ضروري الحليب يكون الصباح ولازم ناخده عريق. يفضل دائما الحليب قليل الدسم او خالي الدسم حتى بالنسبه للاطفال الصغار. ليالا، الموز عريق بضر على المعده ولا لا؟ هي شائعات هو صديق المعده. الموز بيقول الموز ما بيضر، اللي بيضر الفواكه الحامضيه، معقول تعمل قرحه مثل الليمون البرتقال. هلا كلهم عم يشربوا ديتوكس عريق. هي بتضر، هي الغلط. ديتوكس لما يحطوا كميه كبيره ليمون، كميه قليله ما بتضر، بس يفضل انه على الريق ما يكون فيه حوامض، لانه يعني هو بشكل عام ما انه مثل ما بيحكوا عنه ديتوكس. نعم. موضوعنا ليال، خلينا نحكي عن العصائر. هلا بنشوف يمكن اغلب الاولاد او اغلب الامهات بتلجا لطريقه انه تعصر البرتقال كان ولا تعصر اي نوع من الفواكه لانه يمكن اسهل من الاكل. بيضل محافظ على الفوائد الغذائيه؟ لا طبعا، نحن نفقد الالياف اللي هي كتير مهمة للهضم، مهمة للقايمة للأمراض، مهمة للشعور بالشبع عند الإنسان وتنظيم عملية الهضم. فالعصير دائما أقل من الفواكه، بس معناتها بنحرم الطفل نهائيا من العصير، لا بناخذ عصير بس بكميات قليلة. أنا بشجع دائما الأمهات إنه يعملوا مثلا يوم بالأسبوع هذا اليوم مسموح ناكل فيه حلو، يكون إنه فيه بالسناك فيه قطعة حلو معينة. يوم نعمل سناك كوكتيل، يوم نعمل سلطة فواكه. كوكتيلات طبعا أضبط من العصير العصير لأنه بتضل كامل المعدة الغذائية موجودة، بس نحن خلطناها بالخلاط. طيب ليال، خلينا نحكي عن نصائح بتحبي توجهيها لكل الأهالي اللي عندهم طلاب بالمدرسة واللي عم بيعذبوهم بالأكل. في طرق تحايل يتبعوها حتى فعلا يكون النظام الغذائي صحي؟ طبعا هلا أول شيء لازم نعرف إن نحن قدوة لأولادنا، يعني ما في امنع ابني من شغله وانا عم اعمله، بدنا نكون نحن معه ونمشي على نفس النظام الغذائي لحتى هو يقدر الولد بقلد اهله دائما. ثاني شيء يشاركنا باعداد المائده، لما الولد يشارك رح ياكل من الماده، مثلا بيقول لك ما بحب السلطه ما بحب كذا، بس لما هو يشتغل او نعمل له مثلا فيس ووجه وهيك وبطه وما بعرف هيك، فرح ينجذب لهي الماده الغذائيه. فنحن بنكون منا انه هو تعلم المساعده، منا انه هو اكل هاي المواد اللي هو على اساس ما بيحبها وما بده اياها. الاهل ممنوع يقول له ما بنحب هاي الماده قدام طفل، ماده مغذيه. الطفل بيرفضها وما بيدوقها من الطفوله وحتى بيكبر على هذه الحاله ما بياكل هاي المواد. مفروض حتى لو الاب ما بيحبها او الام ما تقول قدام طفله، تقدمها وتاكل لو المعلقتين لحتى هو ينجذب لهي المواد. نقدم مواد باشكال مختلفه، مثلا ما حب الاكل بهي الطريقه، الماده هي بهي الطريقه، بنقدمها بطريقه ثانيه، بس ما خلص هو ما بحب السبانخ بنشيلها على جنب وبنمشي، لا ما بصير هيك. والتوعيه والارشاد للطفل، ممنوع المكافاه والعقاب، انه اذا اكلت انا باخذك مشوار، لا ما بصير. مفروض هو ياكل لانه بيعرف هذا الاكل مغذي وياكل لحدود الشبع، هو ما نجبره يخلص صحن. بشكل عام الشوكولا وهدول ممنوع المكافأة فيهم نهائيا، تحديدا مرة بالأسبوع، واختيار مواد تحتوي على قليل مواد الحافظة وقليل من المنكهات والمارجرين والسمن النباتي وغيرها من المواد. مرة بالأسبوع شوكولا؟
مستحيل عم تعمل مستحيل تعملي كنترول للأولاد. بس كل ما قلت كل ما كان احسن. يعني مثلا هلا انا كنت كثير شديده بموضوع الاطفال، لما هلا صار عندي بيبي صرت لاحظ انه الام بتعذب اكثر، يعني في معاناه اكثر، فالواحد لازم انه قد ما في يحاول، يعني مثلاً ما يمنع، بدل ما تكون ثلاث مرات باليوم بتصير مره، بدل ما تكون خمس مرات بالاسبوع بتصير مرتين، في شوي شوي الواحد يغير. هي الموضوع صعب بس بده ليال. طيب ما انه هيك ذكرتي البيبي والله يخلي لك اياه، يعني اذا ماشي انت وياه بالطريق وهو حب شغلة موجودة بالطريق وهي معنى صحية لإله، كيف الطريقة لحتى أنت تشتري له إياها؟ أو تحطي له بقلبها فخ لحتى ما يرجع يعيدها أو شو بتعمل؟ بشكل عام التعامل مع الأطفال شوي صعب، مشان هيك عم بحكي على التوعية من عمر صغير. لما أنت تقولي له هي بتضرك وهي كذا، والولد بيكون إنه خلاص صار عنده فكرة إنه هي المواد ما أنا منيحة، بس بصير بياكلها يعني وراء أمه. إيه بس إذا عرف مضارها أكثر من إذا عرف ممنوعة. ليش ممنوع ما بعرف، فهو بصير يرغب فيها اكثر، بس عارف مضاره هو شوي شوي بصير يعرف. انت لازم توعي انت اخذت مثلا اليوم فرضا هاي النوع من الحلو او الكربوهيدرات او الشوكولا، ما لازم تاخذ نوع ثاني، بس بكره فينا ناخذ نوع هذا. بصير هو شوي شوي يعرف لحاله يختار المواد الغذائيه اللي لازم يختارها وكيف لازم هو ياكل. بس نحن اذا تركناه لا على الممنوع والممنوع بصير ياكل بالسر وما بقى يعرف نعرف شو عم يعمل. طب ليال خلي خبرينا، دائما نسمع بالمجتمع اخطاء غذائيه شائعه، اقاويل اللي بياخذوها الناس عن بعضهم او عن مواقع التواصل الاجتماعي. شو اكثر شيء عم حابه تصححي لنا اياه هلا، اقاويل تسمعيها وحابه تصححيها هلا؟ مزبوط كثير قصص تمرق قدامي بس شوفها انه ليش هيك والعالم شير 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 وبتمشي عليها. اول شيء الانظمه الغلط الكثير، مثلا خلطات تنحيف خاصة الأعشاب، خلطات ومخلوطة عشوائيا. كثير بنات بيجوا لعندي مثلا صاير معهم فقر دم، صاير يدوخوا، صاير معهم مشاكل بالمعدة، بنروح للخلطات اللي خالطها شخص لا على التعيين وعم ياخذوها عشوائيا وبنقعوا يومين ثلاثة. فهي بشكل عام الأعشاب فيها مواد كيميائية نحن عم نستخرج منها الأدوية، وما أنا مدروسة قديش النسبة منها، نحن عم ناخذها عشوائيا عم نخلط هاي المواد مع بعضها بلا ما دراسة، فعم تأذي الجسم كثير، عم تأذيه على المدى الطويل. اول شيء اذا بدنا ناخذ اعشاب ناخذ كل ماده لحالها، ناخذ حسب وصفه طبيه او حاجه، لانه يعني ما في عشبه بتنحف، هذا الحكي كله غلط. اللي بنحف هو النظام الغذائي الصحي مع الرياضه مع النشاط البدني الزايد، غير هيك كلهم. واكيد مو كل الاجسام استجابتها مثل بعضها، يعني طبعًا. اذا ما جارتي عملت نظام غذائي اكيد ما رح يزبط علي يعني. هلا الاستقلاب بيمشي على العمر، على الجنس، على الحاله الفيزيائيه، الواحد بيمشي ما بيمشي، الامراض الموجوده، فكل شخص له نظام خاص فيه. ما فيك تاخذي نظام جارتك، يمكن تنحفي عليه ويمكن تنصحي عليه. صحيح نعم أكيد. ليال شكرا. نحن بدنا نشكرك أكيد على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، الأخصائية أخصائية التغذية ليال سلوم، شكرا كثير لك. شكرا لزوجك.